مرحبا بكم في هذا الشق الثاني من درس الجهاز العصبي والذي يحمل العنوان التحركية الإرادية، أي النشاط العصبي الإرادي. لأن في هذه الفقرة غندرسوا التحركية الإرادية والمصدر ديال هذه التحركية الإرادية وشنو هو العناصر أو الأعضاء المتداخلة في هذه التحركية الإرادية. إذا غنطلقوا مجموعة من الملاحظات ونستنتجوا كما العادة المصدر ديال هذه التحركية الإرادية. إذا تمت بعض الملاحظات على بعض الأطفال الحديثي الولادة بدون مخ. إذا ملاحظة سريرية أن الأطفال الذين يولدون بدون مخ تنعدم لديهم التحركية الإرادية أو ما نقصد به النشاط العصبي الإرادي. إذا نستنتج من هذه الملاحظة أن مصدر التحركية الإرادية هو المخ. إذا هذا فيما يخص الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هناك بعض التجارب أجريت على مجموعة من الحيوانات حيث تم إتلاف القشرة المخية. إتلاف القشرة المخية لدى هذه الحيوانات أدى إلى فقدان النشاط العصبي الإرادي، مما يدل على أن مصدر التحركية الإرادية هو بالتحديد في القشرة المخية التي توجد على مستوى المخ. إذا كنتيجة، إذا المصدر أو لا حيث تتواجد التحركية الإرادية، إذا مصدر التحركية الإرادية أو العنصر المسؤول عن وجودها هو القشرة المخية. إذا هذه القشرة المخية عبارة عن نسيج عصبي يتكون مجموعة من الأنسجة من الأجسام عفوا الخلوية، ولهذه الأخيرة امتدادات عصبية ما نسميه بالتفرعات السيتوبلازمية. إذا هذا القشرة المخية سنتعرف على بنيتها في العنوان أو في الفقرة التالية. إذا تابعوا معي هذه الفقرة. في هذه الفقرة إذا سنتعرف على بنية النسيج العصبي على مستوى الباحة الحركية. إذا كما رأينا في الحصة السابقة فتتواجد في المخ مجموعة من الباحات، الباحة الحركية السمعية والبصرية والباحة العامة وأيضا مجموعة من الباحات الأخرى. إذا بينت بعض الملاحظات أن كما نرى في هذه الصورة أن صبي الدم يزداد في مستوى شق رولاند في المخ، مما يدل على أن الباحة أثناء القيام بالحركة، إذا أن يدل هذا على أن الباحة الحركية تتواجد على مستوى شق رولاند. إذا الآن سنتعرف على بنية النسيج العصبي والتي توجد في القشرة المخية. إذا هذا رسم تخطيطي لخلية عصبية. الخلية العصبية تتكون من جسم خلوي اللي هو هذا الجزء ومن تفرعات سيتوبلازمية كما أشرنا إليه سابقا. إذا في هذه الجسم في هذا الجسم الخلوي هناك نواة وأيضا هناك غشاء سيتوبلازمي يحيط بها. هذا الجسم الخلوي يوجد في ما نسميه بالسيتوبلازم، وهو الذي وضعته باللون الأزرق في هذا الشكل. إذا سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي، وفي الداخل توجد نواة، ثم توجد تفرعات سيتوبلازمية. هذه التفرعات السيتوبلازمية تنتهي بما نسميه بامتدادات عصبية. إذا هذا الشكل كاملا يسمى خلية عصبية أو ما نسميه أيضا بالعصبون. إذا في هذا الجزء من الدرس سوف نتعرف على مسار السيالة العصبية الحركية وبالضبط ماذا يحدث أثناء التفكير في فعل حركة ما والسيالة التي تنتج عن ذلك. إذن كما نعرف أنه عندما يفكر الإنسان في القيام بحركة معينة فإن على مستوى الدماغ وبالضبط في على مستوى الباحة الحركية تنشأ سيالة عصبية حركية نابذة، أي هذه السيالة تنتج على مستوى شق رولاند بالضبط في الباحة الحركية، ويتم نقلها عبر الألياف العصبية مرورا بالنخاع الشوكي، يتم نقلها إلى العضلة التي تعتبر بمثابة المستجيب الحركي الذي سينفذ هذا الفعل الحركي. إذا في الأول يتم إنتاج السيالة العصبية على مستوى المركز العصبي.
إذا مركز عصبي في هذه الحالة هو المخ، وبالضبط في الباحة الحركية. إذا الباحة الحركية هي مركز عصبي، مركز إنتاج السيولة العصبية. يتم نقل هذه السيولة عبر الأرياف أو ما نسميه بالأعصاب الحركية أو عصب حركي. إذا العصب الحركي هو الذي ينقل هذه السيولة، إذا هو عبارة عن موصل حركي. إذا موصل حركي، هذا الموصل الحركي ينقل هذه السيولة إلى العضو المستجيب الذي يقوم بهذه الحركة. إذا المستجيب الحركي في هذه الحالة هو العضلة. إذا هذا باختصار مسار السيولة العصبية الحركية النابتة. إذا تنتج السيولة على مستوى الباحة الحركية تنقل عبر الأعصاب مرورا بالنخاع الشوكي ثم تنقل إلى العضلة. في هذه الحالة العضلة تستجيب لهذه السيولة وتقوم بالانقباضات. إذا هذا فيما يخص مسار السيولة العصبية وفيما يخص التحركية الإرادية. إذا سننتقل إلى الفقرة الأخيرة من هذا الدرس والتي تحمل عنوان التحركية اللا إرادية أو الانعكاسات الشوكية. إذا لنتابع الفقرة الموالية. إذا في هذه الفقرة سنتعرف على التحركية اللا إرادية وما نقصده بالانعكاس الشوكي. إذا الانعكاس الشوكي في هذه الحالة سوف نقوم بمجموعة من التجارب على ضفدعة شوكية. إذا في الحالة، في هذه الحالة الأولى نلاحظ أن هذه الضفدعة ضفدعة سليمة تقف بأطرافها وهي منتصبة وتستعد للقفز عند حدوث أي خطر. إذا في هذه الحالة هذه ضفدعة سليمة. الضفدعة الشوكية هي ضفدعة مخربة الدماغ. في هذه الحالة إذا كنلاحظوا في هذه الصورة أن هذه الضفدعة لا الأطراف ديالها هابطين الأسفل وغير قادرة للحركة ولا لا تستطيع القيام بالاستجابة أثناء وجود الخطر. إذا نتحدث عن الضفدعة الشوكية في حالة ما إذا تم تخريب الدماغ وبقي النخاع الشوكي سليما. إذا سوف نقوم بمجموعة من التجارب لنستنتج الرد الفعل اللا إرادي السريع الذي ينتج عن إهاجة المستقبلات الحسية المتواجدة على مستوى الجلد. إذا في التجربة الأولى سوف نقوم بأخذ ضفدعة شوكية وسوف نهيج رجل هذه الضفدعة بواسطة حمض معين وسوف نلاحظ، إذا كما نلاحظ هنا أن هذه الضفدعة ستقوم قامت بثني رجليها. إذا نستنتج أن في هذه الحالة أن الدماغ غير مسؤول عن هذا الانعكاس لأنه تم تخريبه. إذا في هذه الحالة الدماغ لا يتدخل في التحركية اللا إرادية. إذا التجربة الثانية هي سوف نأخذ ضفدعة شوكية كما نرى في هذه الصورة ونقوم بتخدير رجلها باستعمال الإثير، بعدها نأخذ حمض مخفف ونضعه على الجلد. نلاحظ أن هذه الضفدعة لا تستجيب ولا تقوم بأي رد فعل، بالتالي نستنتج أن هذا الجلد يلعب دورا في إيصال هذه السيولة المسؤولة عن التحركية اللا إرادية. إذا الجلد بمثابة مستقبل حسي، إذا المتداخل الأول هو الجلد وهو مستقبل حسي. في التجربة الثالثة، في التجربة الثالثة سوف نقوم بأخذ ضفدعة شوكية دائما وسوف نقطع العصب الوركي الموجود على مستوى رجل هذه الضفدعة، ثم نقوم بتهييج رجلها بواسطة حمض مخفف. إذا نلاحظ في هذا الفيديو أن الضفدعة لا تقوم بأي رد فعل. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن العصب الوركي له دور في هذه التحركية اللا إرادية. إذا في هذه الحالة يقوم بإيصال هذه السيالة العصبية، إذا هو موصل حسي. إذا في هذه التجربة الرابعة سوف نقوم في هذه الحالة بتخريب النخاع الشوكي لهذه الضفدعة ونهيج الطرف بواسطة حمض. إذا نلاحظ أنه لا يوجد أي رد فعل من طرف الضفدعة، وبالتالي نستنتج أن المسؤول عن هذه
السيولة العصبية أو إنتاجها، إنتاج السيولة العصبية الخاصة بالتحرك الإرادية، أو بما نقصد به المركز العصبي هو النخاع الشوكي. إذا مركز عصبي في هذه الحالة بمثابة هو النخاع الشوكي، لأنه بعد تخريب الدماغ في المرة الأولى ثم قمنا بتخريب النخاع الشوكي، الضفدع لم تعد تستجيب لأي إهاجة خارجية. إذا المركز العصبي في هذه الحالة هو النخاع الشوكي. إذا في العناصر الأخرى المسؤولة عن التحركية اللا إرادية، إذا أخذنا ضفدع وقمنا بقطع عضلة عند الفخذ، نلاحظ أنه يغيب أي رد فعل لهذه الضفدع، بالتالي نستنتج أن العضلة كذلك تتدخل في هذا الإنعكاس الشوكي. إذن العضلة في هذه الحالة تلعب دور المستجيب الحركي. إذن مستجيب حركي. إذن في هذه الفقرة الأخيرة والتي تحمل عنوان التحركية اللا إرادية وبالضبط مكونات النخاع الشوكي، إذن يوضح رسم التخطيط التالي مقطع عرضي للنخاع الشوكي، وسوف نتعرف على مكونات هذا النخاع الشوكي. إذا كما نلاحظ النخاع الشوكي يتكون من مادة خارجية ونسميها بالمادة البيضاء، تحيط بمادة رمادية داخلية، إذا هذه تسمى المادة الرمادية، كما يتكون من جدر خلفي وكذلك من جدر أمامي. هذا الجدر الخلفي يضم مجموعة من الأعصاب أو الألياف العصبية الحسية، لأنه مرتبط بالعصب السيسائي الذي يمرر الألياف العصبية الحسية. إذن في هذه الحالة الجدر الخلفي يعتبر بمثابة موسيط الحسي. إذن هنا لدينا الجدر الأمامي، كذلك في داخل الجدر الأمامي نجد مجموعة من الألياف العصبية الحركية. إذن سوف يلعب الجدر الأمامي دور الموسيط الحركي. إذن على مستوى النخاع الشوكي كما سبق وذكرنا أنه يلعب دور المركز العصبي. إذا لتوضيح آلية عمل هذا التحركية الإرادية سوف نشرح بالتدريج. إذا الألياف العصبية دائما تكون مرتبطة، الألياف العصبية الحركية تكون دائما مرتبطة بالعضلات والتي سبقها وأن سميناها بعضلة بالمستجيب الحركي. إذا العضلة في هذه الحالة مستجيب الحركي. بالنسبة للألياف العصبية تكون مرتبطة دائما بالمستقبلات الحسية على مستوى الأدمة في المقطع الذي رأيناه سابقا للجلد. إذا قطعة الجلد على مستوى الأدمة توجد مجموعة من المستقبلات الحسية، إذا هذه المستقبلات الحسية ترتبط بهذه الألياف العصبية. إذا لشرح هذه آلية العمل، في الأول عندما إذا أخذنا كمثال الوخز بالإبرة، إذن عندما نقرب إصبعنا إلى الإبرة فور أن تضع يدك على الإبرة فإن الألياف العصبية الحسية تنقل السيولة انطلاقا من المستقبلات الحسية الموجودة على مستوى الجلد. هذه السيولة العصبية تنقل على مستوى عن طريق الألياف العصبية الحسية مرورا بالجدر الخلفي، ثم تتوجه نحو المركز العصبي اللي هو في هذه الحالة النخاع الشوكي. على مستوى هذا النخاع الشوكي يتم تحويل هذه السيولة إلى رد فعل حركي. هذه السيولة الحركية يتم نقلها عن طريق الألياف العصبية الحركية التي توجد داخل الجدر الأمامي، ثم تتجه نحو العضلة. في هذه الحالة العضلة تستجيب بإفلات اليد. إذا في هذه الحالة لدينا العضلة هي المستجيب الحركي، وبالنسبة للجدار الأمامي هو الموصل الحسي الحركي، وبالنسبة للجدار الخلفي فهو الموصل الحسي. أما بالنسبة للنخاع الشوكي فهو يلعب دور ما نسميناه بالمركز العصبي. إذا هذا الفيديو سوف يوضح
الإنعكاس، رد فعل الإنعكاسي بعد أخذ بالمسمار، نلاحظ تكون سيالة عصبية ثم تتوجه إلى النخاع الشوكي، وبعدما يتم تحرير سيالة أخرى يتم تمريرها عبر الأعصاب الحركية، مما ينتج عنه تحريك العضلات وتفليت اليد. إذن هذا فيما يخص الدرس بصفة عامة، أتمنى أنكم قد فهمتم جيدا. اللي عندوش أي استفسار أو تساؤلات لا تترددوا في طرحها على صفحتنا على الفيسبوك، نلقاكم في درس آخر إن شاء الله. لا تنسوا كذلك متابعتنا على صفحاتنا على مواقع التواصل فيسبوك، وكذلك على تويتر وعلى يوتيوب، التواصل معنا مراسلتنا كذلك بأي استفسار لديكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.